مشاهدينا الكرام، بحسب ما استمعنا الآن إلى جلسة مجلس الأمن على الهواء، الصين، الجزائر وطبعا غيرهم من الدول التي تلقي كلمتها في مجلس الأمن تندد بعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وأيضا ب يعني التصعيد في جنوب لبنان وبكل الممارسات الإسرائيلية. هنتكلم عن هذه الكلمات وعن هذه الإدانات التي تتوالى الحقيقة في جلسة مجلس الأمن الآن مع ضيفنا الأستاذ إسلام عفيفي. ولكن طول الوقت الحقيقة ده بيربطنا، أو دايما السؤال في الحديث عن أي ممارسات لإسرائيل بتربطنا بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية. هل بتغيير الرئيس الأمريكي قد تختلف السياسات الأمريكية والدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل؟ بنقول ده لأنه تقريبا في 100 يوم بتفصلنا عن موعد انطلاق الانتخابات الرئاسية في أمريكا المقررة في 5 نوفمبر المقبل. المنافسة الحقيقة دلوقتي أصبحت طبعا بين دونالد ترامب المرشح الرئاسي عن الجمهوريين وكامالا هاريس المرشحة الرئاسية عن الديمقراطيين. هذه المنافسة بتزداد سخونة، ويمكن كان البعض بيقول أنه لما كان جو بايدن هو من ينافس ترامب كانت العملية هينة على ترامب، لأنه كان ترامب يعني متقدم إلى درجة كبيرة جدا. ولكن الآن المنافسة أصبحت محتدمة جدا بين هاريس وترامب، حتى أنه في استطلاعات رأي كثيرة تؤكد أنه كامالا هي من سيفوز، واستطلاعات رأي أخرى ربما تقاربها في العدد تؤكد أنه الفوز أو الفرص الأكثر لترامب. خلونا نتكلم عن الانتخابات الأمريكية، كيف تجري، ما هي أبرز استطلاعات الرأي المتواجدة حاليا على الساحة في الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تقول، مع ضيفنا الكريم اللي بينضم إلينا عبر سكايب من واشنطن السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي. أهلا بك سيد ماك. أهلا بك يا منى، وأهلا جمهورك الكريم يا فندم. هل زي ما التقارير بتشير يا أستاذ ماك أنه المنافسة لما كانت بين ترامب وبايدن كانت أخف شوية على ترامب، لكن الآن مع هاريس الموضوع أصبح مختلف؟ ما في شك ان يعني كاميلا هاريس لها حظوظ افضل من بايدن في السباق الانتخابي، ولكن لا نستطيع ان نعول كثيرا على استطلاعات الراي لانها خذلتنا في اكثر من موقف، واقربهم هيلاري كلينتون ترامب في انتخابات 2016. فاعتقد يعني هناك فوره من الحزب الديمقراطي بعدما كانت هناك حاله من الانسداد السياسي في الحزب، وبعدما وافق الرئيس بايدن على التنحي وعدم الدخول في السباق الانتخابي، فلقينا يعني دخول متسارع للديمقراطيين وانهالة الأموال أكثر من 150 مليون دولار في أقل من 72 ساعة، 50 مليون دولار من الأفراد اللي هي بيسموها التبرعات الصغيرة في الحجم، ولكن ده بيدينا مؤشر أن هناك التفاف وهناك يعني مساندة من الحزب الديمقراطي كأفراد وليس فقط كقيادات الحزب. وإن كان قيادات الحزب بدأت كلها النهاردة بتدعم كاميلا هاريس، حتى آخر قيادة كان باراك أوباما ولكنه عضد منها من 3 أيام من مكالمة تليفونية هي زعتها على الهواء مباشرة أنه هو بيعضد منها ويعني ويدعمها في السباق الانتخابي. لا حظوظ كبيرة بالتأكيد، ولكن على الناحية الثانية نحن أمام يعني الرئيس السابق دونالد ترامب وتزايد شعبيته بشكل ملحوظ، وخدمه بالتأكيد محاولة الاغتيال الفاشلة التي نجا منها الرئيس السابق دونالد ترامب، علاوة على يعني حالة من اليأس في الشعب الأمريكي من الأحوال الاقتصادية و ما أدخلتنا فيه إدارة بايدن من يعني إلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية أنها شريك في عملية إبادة جماعية وقتل الأطفال وقتل النساء. ده اللي بتحاول النهاردة كاميلا هاريس أنها تحاول تغسل إيديها من هذا الأمر وتظهر إلى الجمهور الشباب من الولايات المتحدة الأمريكية أنها ضد قتل الأطفال وضد قتل النساء، وأنها يعني حادة مع بنيامين نتنياهو. ولكن دعونا نتفق أن دوائر صنع قرار في الولايات المتحدة الأمريكية هي ما تدعم إسرائيل. صح. عندما فكر بايدن أنه يعطل يمنا
يعطل فقط شحنة الأسلحة اللي رايحة لإسرائيل. 72 ساعة الكونجرس الأمريكي طلع قانون مجلس النواب يمنع الرئيس بايدن أو أي رئيس قادم من أن يعطل أي شحنة سلاح لإسرائيل. نعم. فالأمور محسومة بالنسبة لدعم إسرائيل، لكن ممكن للشكل الانتخابي وتحسين الصورة، نحن يعني كاميلا هاريس بغسل إيدي من دماء الأطفال والنساء، ولكن هي تعلم جيدا أنها لا تستطيع أن توقف المد يعني الأمريكي والدعم الأمريكي إلى إسرائيل، لأن ده شغل المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية، لا علاقة بمن يكون في السلطة، من هو سيد البيت الأبيض. شفنا المسرحية بين أوباما وبين بنيامين نتنياهو والإهانة أنه حضر في 2015 وألقى خطاب في الكونغرس دون دعوة من الرئيس أوباما، وعمل إيه أوباما قبل ما يمشي؟ أكبر حزمة مساعدات أمريكا ادتها لإسرائيل أوباما اللي وقع عليه 38 مليار دولار بمتوسط 3.8 مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات تنتهي 2026 من أوباما. فالموضوع هو الجميع متفق على دعم إسرائيل للأسف. سيد ماك، حضرتك ذكرت نقطة في منتهى الأهمية وهي فكرة أنه ربما كاميلا بتحاول أنها تسوق نفسها في هذه الانتخابات عن طريق التأكيد في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مجمع انتخابي أنها ترفض العنف وترفض المساس بالأطفال والنساء وما إلى ذلك. العالم بره يعني كل من هو ليس مواطن أمريكي يهمهم ملف السياسات الخارجية لأمريكا، ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا؟ طبعا مع ملفات أخرى كثيرة أيضا كالعلاقات مع الصين كروسيا وأوكرانيا وغيره، لكن تحديدا في هذه الفترة الكل يتحدث عن مستقبل العلاقات الأمريكية فيما يتعلق، أو مش العلاقات، التحركات الأمريكية خلينا نقول فيما يتعلق بقضية فلسطين. خليني أسأل حضرتك كمان عن الشأن الداخلي، المواطن الأمريكي إيه أكتر حاجة تهمه؟ إيه المشاكل اللي كل المواطنين الأمريكيين في الشارع بيتكلموا عنها وتوقعاتهم إيه من الرئيس القادم سواء من كاميلا هاريس أو من ترامب؟ هو بالنسبة لسؤالك الأول على يعني دور الولايات المتحدة الأمريكية في يعني ما يحدث علاقات خارجية خاصة في موضوع فلسطين، الجميع يعني الطرفين اجتمعوا على وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، ولكن أعتقد أن النموذج الترامبي أو نموذج الرئيس السابق دونالد ترامب إحنا شفنا بروفا له كان مبني على حل الدولتين، شفنا الميوعة من بايدن وإدارته في موضوع حل الدولتين، حتى أن يعني جالانت وزير الحرب في الدفاع في إسرائيل قال تصريح رسمي لا يوجد حل دولتين وأمريكا تعلم هذا. فأعتقد يعني حالة الميوعة دي من الشق الديمقراطي وهي الضغط الغير مؤثر على إسرائيل للدخول في حل الدولتين، وبايدن قالها أكثر من 5 مرات في لقاءات رسمية وكلمات رسمية، قالها حل الدولتين حل الدولتين، وأين هو حل الدولتين؟ ما هو مقدمات حل الدولتين؟ ولكن إحنا شفنا بروفا من ترامب، الصفقة التي رفضناها واعتبرناها صفعة القرن كانت مبنية على حل الدولتين، وإن كانت دولة شبه مستحيلة التحقق ولكن كان هناك تحرك من الرئيس السابق دونالد ترامب يعني محاولة إلى تقريب وجهات النظر للوصول إلى حلحلة الملف. أنا بعتقد أن يعني ده بالنسبة لملف غزة، هما الاثنين متفقين على وقف الحرب وإنهاء الاعتداءات الغاشمة. أما عن المواطن الأمريكي في الداخل هو ينظر إلى قوت يومه. النهاردة فاجئنا يعني محافظ البنك المركزي أنه هو لن يخفض الفائدة وسوف ينتظر ليرى محسنات أكثر. رفع سعر الفائدة عامل مشاكل كتير في الداخل الأمريكي، هناك يعني ما لا يقل عن 10% من الشركات الكبرى، 10% من العمالة تم الاستغناء عن العمالة، كل الشركات النهاردة بتدور أنها تشوف أمور تكنولوجية عشان توفر العمالة عشان تقدر تستمر. فالحالة الاقتصادية فعلا صعبة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأسعار بتكوي المواطن الأمريكي، بدأ يحس أن الأكل أصبح أكثر سعرا كلفة. أصبح الطاقة أصبح سعرا وكلفة. فأعتقد أنه سوف يرى من سوف يغير له هذا، وهم برضو عندهم بروفة مع ترامب إن كانت الأسعار أفضل كثيرا، الطاقة أفضل كثيرا. أنا منا حطيت بنزين في عربيتي بدولار 75 سنت في نيويورك ستيت، وفي بعض الولايات كانت أقل من دولار،
النهارده احنا بنتكلم في 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 4 دولار و4 دولار ونص متوسط سعر جالون البنزين اللي هو تقريبا 3.8 لتر بنزين. المواطن الامريكي ينظر من سوف يحلحل المشكلات، من سوف يعيد الشركات ويعيد فرص العمل. النظام الصحي يا سيد ماك، النظام الصحي واقف فين دلوقتي في طلبات المواطن الأمريكي؟ لأنه من ساعة الأحاديث الكثيرة والمشاكل في أوباما كير ولسه النظام الصحي ربما لم يصل في أمريكا إلى شكله الأفضل اللي نقدر نقول، مش هقول 100% من المواطنين يبقوا راضين عنه، بس حتى أنه الغالبية العظمى تكون راضية عنه. أعتقد أن فكر الديمقراطيين في موضوع التوسع في البرامج الاجتماعية والصرف وزيادة الصرف وصل الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون العجز في الميزان التجاري، الميزان الأمريكي في الميزانية، عجز الميزانية وصل $2.3 تريليون، وهو رقم قياسي لم تصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية من قبل. فده يعني طب انت فين مواردك اللي انت هتجيبها عشان تعمل منها ده؟ طيب انت عايز تخفض الضرائب وتزيد الضرائب على الشركات، فانت تريد ان تعفي المواطنين حتى $400,000 يعني تخفض عليهم الضرائب، ثم ترفع الضرائب على رجال الاعمال. من الذي يخلق فرص العمل؟ رجال الاعمال والشركات. ما فيش شك ان يعني برضو الجمهوريين كانوا افضل في موضوع الضرائب وأفضل في موضوع التأمين الصحي، وإن كان بفكر الديمقراطيين هو الفتح الكامل، ولكن لا أقدر أقوله لك أن في أكثر من 50 مليون أمريكي لا يتمتعوا بأي تأمين صحي في الولايات المتحدة الأمريكية حتى في وجود أوباما كير. فالأمور يعني ملتبسة بالتأكيد. نعم، هنتابع طبعا التفاصيل مع حضرتك والتطورات في الأيام والأسابيع المقبلة. من واشنطن كنت معنا عبر سكايب السيد ماك شرقاوي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.